صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رفيع الدرجات، كفر عني الذنوب، واغفر عني السيئات، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رفيع الدرجات، كفر عني الذنوب، واغفر عني السيئات، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رفيع الدرجات، كفر عني الذنوب، واغفر عني السيئات، صلى الله عليك يا نبي،
صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله توشى عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله توشى عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله توشى عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول.
الرسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن
الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله توشى عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رفيع الدرجات، كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله توشى عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رفيع الدرجات، كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله توشى عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين،
صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي،
وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسن
حسناتي يا رافيع الدرجاتي، كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. وصلى الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. يا حسناتي يا رافيع الدرجاتي، كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي. صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. يا ولي الحسنات يا رافيع الدرجات، كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله تغشى عند تحرير
السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافيع الدرجات
كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد.
صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عدة تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عدة تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات
سيئاتي. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله تغشى عد تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله تغشى عد تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله تغشى عد تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير،
صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي، يا ولي الحسنات، يا رافيع الدرجات، كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات، صلى الله عليك يا نبي، صلى
الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول
الرسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين.
الحسين صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي. وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله
حسناتي يا رافع درجاتي كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافع درجاتي كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافع درجاتي كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله تغشى عند تحرير
سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله توشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رافيع الدرجات
علي ذنوبا واغفر عني سيئاتي.